هل قص الشعر أو صبغه إلى اللون الأحمر أو الأصفر حرام؟ علما بأنني لا أقصد من ذلك التشبه بأحد، وإنما أتزين لزوجي، فأرجو من فضيلة الشيخ إجابة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المرأة هذه سألت عن قص الشعر، وظاهر الحال أنها تريد قص شعر رأس المرأة. فالجواب على ذلك أن نقول إذا قصت المرأة شعر رأسها قصا بالغا بحيث يكون كشعر رأس الرجل فإن ذلك حرام عليها، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. وأما إذا كان قصا لا يصل إلى هذه الدرجة، فإن كان قصا يشبه قص رؤوس النساء الكافرات فهو حرام أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وإذا كان قصا لا يشبه هذا ولا هذا فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه حرام، جزم به بعض أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله كصاحب المستوعب، والثاني أنه مكروه، والثالث أنه مباح، والسلامة من القص أولى. أما الصبغ فإن كان بصبغ خاص برؤوس نساء الكفار، بحيث من رأى هذه المرأة الصابغة لم يظن إلا أنها امرأة كافرة، فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منه. وإن كان صبغا لا يختص بنساء الكفار، فإن كان بالأسود فالظاهر أنه حرام، إلا أن يكون بتغيير الشيب فهو حرام بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وإن كان بلون آخر لا يختص بنساء الكفار وليس بالأسود فالأصل الحل والإباحة حتى يقوم دليل التحريم. وهنا أنبه على قاعدتين هامتين: القاعدة الأولى أن الأصل في العبادات المنع، وأن لا يتعبد أحد لله تعالى بشيء من عند نفسه إلا بدليل من الشرع أن هذا العمل مشروع. والقاعدة الثانية أن الأصل فيما عدا العبادات الحل والإباحة، فليس لأحد أن يحرم شيئا من عند نفسه إلا أن يقوم دليل التحريم. وهاتان القاعدتان تنفع. تقول: ما حكم قص الشعر بالنسبة للمرأة رغبة في التجمل لزوجها، وما هو حد القص للشعر؟ بمعنى آخر، ما المقدار المسموح به في قص شعر المرأة؟ قص شعر المرأة يعني قص شعر رأسها كرهه بعض العلماء وحرمه بعض العلماء وأباحه بعض العلماء، وما دام الأمر مختلف فيه فالرجوع إلى كتاب الصلاة. ولا أعلم إلى ساعة هذه ما يدل على تحريم قص المرأة شعر رأسه، وعلى هذا فيكون الأصل فيه الإباحة وأن يطلع فيه العادة. ففيما سبق كانت النساء ترغب طول الرأس وتفتخر بطول الرأس ولا تقصه إلا عند الحاجة الشرعية أو الحسية، وتغيرت الأحوال الآن، فالقول بالتحريم ضعيف ولا وجه له، والقول بالكراهة يحتاج إلى تأمل ونظر، والقول بالإباحة أقرب إلى القواعد والأصول. وقد روى مسلم في صحيحه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كنا يقصصن رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، لكن إذا قصته المرأة قصا بالغا حتى يكون كرأس الرجل فهذا حرام لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. وكذلك لو قصته قصا يماثل رؤوس الكافرات والعاهرات فإن من تشبه بقوم فهو منهم. أما إذا قصته قصا خفيفا لا يصل إلى حد شبه شعور الرجال ولا يكون مشابها لرؤوس العاهرات والكافرات فلا بأس. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ.